يلا ميلا، روتين الليلي. لا، ما أحب الروتين الليلي اللي فيه كريمات، مرة يزعجني، ما أقدر أنام. ميلا، أنا راح أحط لك أفضل كريم في العالم لمحاربة التجاعيد ونضارة البشرة، كريم يوسيرين كيوتين انتي واركنس برو ريتينول، راح يعجبك ويخلي بشرتك زي الزجاج. لا والله ما أحبها، حط اللونة، لونة بشرتها مليانة تجاعيد، أنا شفتها من أول. أنا بشرتي ما فيها تجاعيد. طيب أنا راح أحط لكم أنتوا الاثنين عقابا لكم علشان ما تحافظون على روتين ليلي للمحافظة على بشرتكم نضرة وصغيرة في السن. هاي بنات، شخباركم؟ إن شاء الله طيبين. Welcome back to my channel، رجعت لكم مرة ثانية فيديو جديد. إذا ما كنتي تعرفيني، أنا جوجو، قناتي خاصة لتجريب المنتجات والخلطات الطبيعية للبشرة والشعر، فبليز اضغطي على زر الاشتراك علشان تصيرين جزء من عائلتنا الصغيرة. وكمان إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك، وانشروا هذا الفيديو علشان الجميع يستفيد منه. وأحب أقول مرة مرة شكرا لكل متابعاتي من كل الوطن العربي، شكرا لمتابعاتي من السعودية ومن العراق ومن الجزائر ومن المغرب. الصراحة وجودكم في القناة ودعمكم لي هو الدفع الوحيد لي أني أستمر في القناة. علشان كذا اليوم إن شاء الله راح يكون الفيديو بثيم اللهجة العراقية. بنات أنا مرة يعني متخوفة، أوكي أنا أعرف أحكي عراقي بس مو لدرجة الإتقان، فأنا راح أحاول قد ما أقدر أني أستخدم كلمات عراقية. إذا غلط بنات العراق صححوا لي، وإذا يعني قلتها بطريقة حلوة كمان عززوا لي. مرة أحب أسمع تعليقاتكم في الأسفل، فخلونا نبدأ الفيديو. اوكي بنات، اليوم راح احكي عن واحد من اكثر الكريمات اللي له صدى وانتشار في كل العالم. هذا الكريم هواية ناس مدحوه وهواية ناس كتبوا عنه تعليقات كلش حلوة، فانا اشتريته من موقع اي هيرب وحاولت اني اجربه لمدة 14 يوم كذا، صح 14 يوم، وهسا جاية علشان أحكي لكم التجربة كلياتها من أولها إلى آخرها. تجربتي معه كانت تجربة يعني مختلفة عن كلش الكريمات الحلوة اللي أنا أستخدمها، لأنها كانت كلش هواية حلوة وكلش هواية لطيفة، وفعلا يعني أعطاني نتائج كومات زينة. أوكي طيب، أول شيء هذا الكريم في إيش يستخدم؟ يستخدم طبعا لعلاج التجاعيد الموجودة على البشرة، لأنها طبعا لأنه يحتوي على منتج كلش يعني كلش مفيد للبشرة وكلش الأطباء ينصحون فيه، وهو الريتينول. هذا المنتج يعمل على التقشير البسيط لسطح البشرة بحيث أنك أنت ما تحسين فيه، فقط تشوفين نتائجه. فهذا الشيء صراحة مرة حلو أنك أنت تقدرين تمارسين حياتك اليومية وفي نفس الوقت يعني قاعدة تقشرين بشرتك وقاعدة تعالجينها. أوكي طيب، ما هي دواعي الاستخدام؟ يعني متى أنت تروحين وتشترين هذا الكريم؟ طبعا للمعلومية الكريم في جزئين أو في نوعين، النوع النهاري في طبعا SPF والنوع الليلي. أنا بالنسبة لتجربتي استخدمت الليلي، لأنه أنا في النهار ما أحب أحط كريمات زي ميلا، ما أحب أحط كريمات على بشرتي أبدا، ما أتقبلها لأنها كلش تزعجني وأنا كلش هواية ما أحبها لأنه بشرتي كثير دهنية، فلما أتعرض للشمس والهواء وأطلع برا يعني تزيد الزيوت، وهذا الشيء أنا ما أحبه. فاخترت أني أستخدم الكريم الليلي. بنات هذا الكريم
فيه ميزة أنا أول ما شفتها ما عجبتني صراحة، وهو إنه مرة ثقيل، مرة ثقيل لدرجة ما تتخيلونها بنات، مرة مرة ثقيل، يعني أقدر أشبهها بأنه تشنو عينة، تشنها عجينة. أوكي، فأول ما شفته قلت لا أكيد راح يكتم بشرتي، لأنه أنا بشرتي بنات مرة أي منتج ثقيل أحطه أصحى الصباح ألقى فيه النقاط البيضاء الموجودة على سطح البشرة، إنه بشرتي ما تنفست في الليلة الماضية. أوكي، فتخوفت منه وأجلت استخدامه يمكن لمدة أسبوع. أنا اشتريته وقلت لكم راح أستخدمه، لكن أجلته لمدة أسبوع ويا راحت اللهجة العراقية بنات، والله ماني قادرة أكمل باللهجة العراقية. حسيت قبل ما أصور أنه أنا بيرفكت راح أتكلم بيرفكت، يعني لأنه أنا صراحة مرة أحب العراق وبنات العراق واللهجة العراقية، بس أنه لما جيت أحكي كل الكلمات ضاعت، ما أدري زي الطلاب لما يقفوا قدام معلم كل المعلومات ضيع، أنا زيه وزي كذا لما جيت قدام الكاميرا كل شيء ضاع، فما أدري بنات راح أكمل باللهجة العادية. أوكي، لا تزعلوا مني وتأكدوا أني مرة أحبكم. طيب بنات، فاستخدمت الكريم الليلي أو اخترته لأنه زي ما قلت لكم في الليل البشرة ترتاح وتتنفس وتستفيد أكثر، لكن تخوفت من الثقل، ثقله مرة. غير كذا بنات، الشيء اللي عجبني فيه أنه ما له رائحة نهائيا، وهذا والله شيء مرة بسطني، لأن أنا عقدتي في كل الكريمات حتى الكريمات اللي من الماركات العالمية العطر اللي يحطونه، نفسي كذا أطلع قانون دولي يمنع وضع العطور في مستحضرات التجميل، خلاص من منظمة الغذاء والدواء هذه المفروض تنزل هذا القرار، لأنه صراحة مرة مضر للبشرة، أنا بشرتي تسمر أول شيء، ثاني شيء تطلع حبوب منها. أوكي، طب نكمل التجربة. فاستخدمته الليلة الأولى، أول ما صحيت بنات على طول جري على المراية أبى أشوف بشرتي، لقيت إن البشرة ممتصة كل الكريم وما في حبوب، فمرة والله انبسطت من أول يوم. طبعا داومت عليه لمدة تقريبا 7 أيام. النتيجة يا بنات مرة كانت مبهرة، بينت لي في النضارة، صارت البشرة فيها نضارة، غير كذا المناطق اللي فيها اسمرار يعني حول الشفايف حول الأنف خف السمار بشكل كبير جدا، خفت القشور اللي كانت تطلع لي، لأنه أنا بشرتي صراحة هذه اليومين مرة متقلبة، مرة يوم جافة يوم دهنية، فصراحة قلت فعلا معاهم حق البنات يمدحونه، ويعني ما له أبدا أي آثار جانبية. عرفتي إحنا دائما لما نستخدم الكريمات إلا ما يكون لها سايد إفكت، يعني حتى لو كان شيء بسيط، لكن كريم يوسرين اللي بالريتينول فعلا بنات مرة يجنن. كانت استخدامي لمدة 14 يوم، بعد ما أصحى أغسل بشرتي بالغسول العادي، أمارس حياتي جدا طبيعية، والله يا بنات فرق معايا، يعني أقدر أقول أنه صغر بشرتي أقل شيء أقل شيء بدون مبالغة 2 سنين، يعني حسيت بشرتي شوية كذا صارت بشرة بيبي. معلش بنات طولت عليكم في الكلام، لكن والله هذا منتج يستحق التجربة. إذا كنتي أنت متخوفة منه، أنا أقول لك من اليوم ابدأي اشتريه. بالنسبة لتأثيره على التجاعيد، إلى الآن صراحة ما بان، أنا ما عندي تجاعيد إلا تجاعيد يعني اللي هي رجل الغراب اللي حول طرف العين، فما أدري يعني هل هو راح يساعدني، لأنه تجاعيد في البشرة تجاعيد ما عندي، بس عندي لما أبتسم عندي تجاعيد في أطراف العين، ما أدري صراحة، أنا أعتقد هذه من الوراثة، لأنه من يوم ما كنت صغيرة وصوري وأنا قديمة حوالين عيني في يعني رجل غراب. فعموما هذه كانت خلاصة تجربتي، فشلت في اللغة العراقية فشل ذريع، لكن أوعدكم بإذن الله أني راح أطور اللهجة وراح أرجع لكم أحكي عراقي كني عراقية كني من وسط بغداد، تمام؟ وإذا كنتوا تبغوني أجرب لهجات ثانية بنات اكتبوا لي في صندوق التعليقات، وأحب أقول لكم كلمة أخيرة أني أنا مرة أحبكم وأنكم أنتم صديقاتي ودائما موجودين معايا في كل مراحل حياتي، أحبكم كل شيء هواية، وأشوفكم إن شاء الله على ألف خير في الفيديوهات الجاية، ويلا باي، يلا ميلا ولونا يلا قولوا لهم باي، يلا باي 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 باي.